لم يستطع محمد سائق هذه الشاحنة الصعود في هذا الطريق دون ما مساعدة من أبي عثمان الذي أصبح موجودا في هذا المكان على مدار الساعة لتقديم المساعدة وسحب المقطورات العاجزة عن الصعود. فجسر السلام الذي دمره التحالف العربي في منتصف 2015 شكل عقبة أمام الكثير من المسافرين ومعاناة غير منتهية. عقبة هذه صعبة جدا، أنا الأول مرة أجزحها صراحة، لكن صعبة جدا يعني، والمسافة قليلة مش كثيرة. في ظل المعاناة التي استمرت 4 سنوات دون أن يفي التحالف العربي بإعادة إعمار ما دمره خلال الحرب ومن بينه هذا الجسر الحيوي، قامت السلطة المحلية باعتماد بنائه من حصة النفط بالمحافظة بتكلفة تقدر بمليوني دولار باعتباره جسرا حيويا يربط المحافظة بعدة محافظات أخرى. تمكن الأخ المحافظ محافظة شبوة الأخ محمد صالح معديو من اعتماد هذا المشروع الحيوي والهام في محافظة من حصة النفط، حصة المحافظة من النفط، وبدأ العمل فيه مع شركة بن جريبة بتكلفة إجمالية 1,953,000 دولار. بوتيرة عالية يسابق هؤلاء الزمن ويصلون الليل بالنهار، فخلال الأشهر الماضية تم إنجاز ما يقارب 55%، وسيتم افتتاحه رسميا خلال الأسابيع المقبلة بحسب مسؤول في السلطة المحلية. بعد عجز التحالف العربي إعادة إعمار جسر السلام الذي دمره في منتصف 2015، بدأت السلطة المحلية بالمحافظة بإعادة إعماره من حصة النفط على أمل في التخفيف من معاناة المسافرين. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.